تعالوا نكمل بقى ايه او نعمل اللاب بتاعنا، مش نكمل، نعمل اللاب بتاعنا اساسا. اللاب بتاعنا بسيط جدا. فاكر من امبارح لما كنا خدنا المان؟ ها فاكر؟ وقلت لك من اول النهارده بقى طول ما انت شغال خلي المان دايما يكون ايه، ها، يكون مفتوح جنبك. اليوتيليتي اللي هنشتغل بيها اسمها ام دي ادم، فاكر قلنا عليها من شويه؟ ام دي ادم كده. تعالى نفتح المان، المان بتاعها. خلاص ام دي ادم ده بيقول لك دي بتعمل مانج للام دي ديفايسز او السوفت وير بتاعنا. خلاص، وده السنتاكس بتاعها، ام دي ادم، بعد كده المود، بعد كده الريد ديفايس. خلاص كده، واديك شويه ديسكريبشن بيقول لك ايه تعمل كذا 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 بالتفصيل، اقعد اقرا بقى، عيش حياتك مع نفسك. طيب كلام جميل. الاول كده تعالى نعمل كات اي تي سي اف ستاب. هل في عندي حاجه بتعمل لها ماونت اوتوماتيك من الديسك التاني اللي كان اسمه اس دي بي ده؟ اهو انا عندي 3 ديسكس اهو. لا مفيش حاجه في اف ستاب، الحمد لله. طيب هل في حاجه منه ماونتد دلوقتي؟ لا مفيش حاجه ماونتد. خليك فاكر قبل ما تمسح اي بارتيشن اتاكد انه مش موجود في الاف ستاب، واتاكد انه مش ماونتد دلوقتي، وبعملها قدامك اهو عشان دايما تخليك فاكر الحكايه دي. طيب ممكن اعمل ايه؟ ممكن امسح كل حاجه خاصه بالديسك ده. ممكن يا سيدي اعمل له ايه؟ امسحه كله. ممكن اقول له كده دي الانبوت فايل ديف زيرو، الاوتبوت فايل بتاعنا هو ديف اس دي بي، البلوك سايز يساوي 1 ميجا، كاونت مش عايز الا 5 ميجا مثلا ولا حاجه، ولا 10 ميجا، ودول كافيين جدا. اف ديسك داش ال ديف اس دي بي كده. هل في عندي حاجه على اس دي بي؟ لا. طب اس دي سي؟ لا برضو. طب اس دي دي؟ لا. طيب اس دي اي؟ لا. انا كده عندي مجموعه ديسكات كلهم فاضيين مفيش عليهم اي حاجه اطلاقا. طيب تعال كده نبدا نستخدمهم. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هستخدم اس دي بي واس دي سي واس دي دي، يبقى بي وسي ودي، هستخدمهم عشان اكريت ريد الري عندي، وليكن ريد 5. تمام كده؟ طيب كلام جميل. هعمل ايه؟ هقول له كده ام دي اد. طب انا مش حافظ السنتاكس، ارجع تاني للمان بيج، هتلاقي عندك كده، انزل تحت كده خالص هتلاقي في اكزامبلز هنا، ممكن تبقى تبص على الاكزامبلز دي وت ايه وتطبق منها لو انت عايز. اهي شايف؟ اهي اكزامبلز موجوده عندك اهي. ممكن اخد اكزامبل زي ده كده واستخدمه اهو، شايف اكزامبل اهو. طيب تعالى كده هقول له كده ام دي اد داش داش كرييت، هكري ديفايس فيرتشوال ديفايس هسميها ام دي 0. خلاص الاري رقم 0. تمام كده. الليفل بتاعه كام يا عم؟ ها ريد 5. طيب الريد ديفايسز كام؟ ريد ديفايس 3 اللي هم مين؟ ديف اس دي بي وديف اس دي سي وديف اس دي اي. لا دي اس دي دي اهم. خلاص كده؟ كده خلاص؟ اه والله العظيم خلاص كده، شكرا. قال لك array div md0 started اهو. تمام كده؟ في مشكلة؟ طيب كلام جميل. لو عايز تشوف حالة الاري بتاعتك ممكن تعمل كده cat slash proc md stat. بصوا بيعمل ايه دلوقتي. ممكن تستخدم امر كده اسمه watch. watch هيخليك تشوف ايه اللي بيحصل كل ثانيتين، بينفذ لك نفس الامر كل ثانيتين. بص كده بيعمل ايه دلوقتي. بيعمل building للاري، بيعمل building للاري اهو، بيبيلد الاري بتاعك، شايف اهو. بص لي كده انا بستخدم ريت كام دلوقتي عندي؟ ها ريت كام؟ ريت 5. طب الريت 5 ده في كام ديفايس عندك منه؟ اهم 3 ديفايسز اللي هم مين؟ اس دي دي واس دي سي واس دي بي اهم. خلاص بص لي كده لانه لسه بيعمل بيلد،
لسه بيعمل بيلد. فبص لي كده هيقول لك ثلاثة، هو دلوقتي ممكن يستخدم اتنين بس منهم بالمناسبة، وهو لسه بيعمل بيلد. تعالى نعمل كنترول سي كده، انت ممكن تبدأ تحط له فايل سيستم mkfs.ext4/dev-md0 اهو، وممكن تماونت ديف ام دي 0 تحت وليكن مثلا سلاش ميديا، وممكن تبدا تكابي كده داش ار اي تي سي تحت سلاش ميديا اهو. بالمناسبه هو لسه بيعمل بيلد لحد دلوقتي، لحد اهو خلص اهو الحمد لله. بص لي بعد ما عمل بيلد بيقول لك ايه، بيقول لك بقى عندي ثلاثة، الثلاثة موجودين والثلاثة اكتف. وبص كده يو 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 معناها ايه؟ اب اب اب، الثلاثة اب. بص لي كده بيقول لك، بيقول لك المساحة اللي ممكن تستخدمها اليوزابل سبيس بتاعت الاري ده قد ايه؟ ها؟ أنا عندي ثلاث ديسكات، كل واحد منهم 20. خلاص كده؟ يبقى المساحة اللي ممكن استخدمها كام دلوقتي عندي؟ 3 في 20 ب 60، وبما انه ريت 5 معناها ان مساحتهم ناقص واحد فيهم، يبقى 60 ناقص 20 كام؟ 40، وهو ده اللي موجود عندي اهو. يبقى انا ممكن استخدم لحد 40 جيجا في الاري ده. خلاص كده؟ حتى لو جيت عايز تاكد كمان، لو جيت عملت كده دي اف داش اتش، بص لي كده المساحه اللي ممكن تستخدمها كام؟ ها وضحت؟ شفت عمليه انت تبلد الاري سهله جدا ازاي؟ سهله جدا، هو امر واحد بس لا اكتر ولا اقل. اهو الامر ده بتقول له انت هتكري الديفايس الجديده اسمها ام دي 0. ام دي 0 دي ها بتتحكم في كام ديفايس تحتها؟ ثلاثه، اللي هم مين؟ اس دي بي واس دي سي واس دي دي. طب اللي بعده كمان لازم تقول له، تقول له بس الليفل بتاعها كام بس كده. اه والله العظيم بس كده، شكرا خلصت خلاص. صعبه الحكايه دي؟ ها صعبه. طيب كلام جميل. عايزين دلوقتي كده نسيميوليت ريت فيلير، عايزين نعمل سيميوليشن كده ان حصل فيلير عندي. خلاص كده ماشي. فانا هعمل ايه؟ هاجي كده على اي ديسك من الديسكات اللي موجوده دي عندي مثلا اهون، فين يا عم فين فين فين، وليكن الديسك ده مثلا، هذا ديسك من الديسكات، هعمل له ريموف كده اهو. بما ان المكنه بتاعت في ام وير دي مش هتحس، لو جيت اقول له كده ال اس بلوك مش هتحس ان في ديسك حصل له ريموف. طب تعالى كده ووتش كده، دي مشكله في ام وير زي ما قلت لك، ان انت لازم ايه، لازم تعمل شوت داون للمكنه كل ما تضيف هاردوير او تشيل هاردوير او تحط هاردوير جديد. كل ما تشيل هاردوير او تحط هاردوير لازم تعمل شوت داون للمكنه. خلاص فانا هعمل شوت داون يلا يا وحش، شوت داون، وعشان ننجز نفسنا داش اتش ناو بدل ما اقعد استناه اهو. تعال نشغلها مرة تانية. أنا كان عندي ديسك دلوقتي والديسك ده بقى فيلد خلاص، أنا حذفته أصلا مسحته. يلا يا سيد انجز. لو جيت اقول له كده كات سلاش بروك ام دي ستات، بص ايه اللي حصل، قال لك انا في عندي ديسك فيلد. بص كده كويس، اس دي سي موجود واس دي بي موجود، يبقى مين اللي طار عندي؟ ها اس دي دي، اس دي دي طار. خلاص كده ها تمام. طيب هل انا ممكن، تعال نعمل كده نرجع نعمل ماونت كده مره ثانيه، هل اقدر اعمل ماونت؟ طب هل لسه اقدر اكتب داتا سي بي داش ار كده من يوزر لميديا؟ هل لسه اقدر اكتب داتا؟
ايوه لسه تقدر تكتب داتا والله، مفيش اي مشاكل. مش قلت لك ان الريد 5 كان بيسمح لك، يسمح لك بايه؟ ان في ريد ديفايس يحصل لها فين؟ ها. طيب كفايه كده كتابه، انا متشكر جدا. ممكن اقول لك دي اف داش اتش، بص لي كتب قد ايه دلوقتي؟ من شويه لو كنت لما كنت عملت دي اف داش اتش كان كاتب كام؟ 85 ميجا بس. دلوقتي بعد ما عملت رايت مره تانية كتب كميه داتا حلوه اهو. يبقى معنى كده ان هو لسه يوزابل ولا لا؟ لسه يوزابل، لسه ممكن تستخدمه، مفيش اي مشاكل فيه. طيب كلام جميل. طب انا عايز دلوقتي اعمل ايه يا عم؟ انا عايز دلوقتي اضيف ديفايس مكان اللي راحت دي. انا في عندي ديسك بقى فيلد دلوقتي، عايز اضيف ديسك. ها هقول له كده ام دي اد سلاش ديف ام دي 0 داش ايه، اعمل اد سلاش ديف ها اس دي الاول كده ال اس بلوك. شايف شاف اس دي اي بانهي اسم؟ ها لما حذفت الديسك اللي فات شايف شاف الديسك اللي هو اي اللي كان اسمه اي شافه باسم دي اهو. هو كان اي قبل كده، لما حذفت الدي اي بقت دي. خدت بالك من الحكايه دي؟ خدت بالك؟ طيب كلام جميل. ممكن اقول له كده ام دي اد سلاش ديف ام دي 0 داش اي، اعمل اد لديف اس دي بي، اسف اس دي دي. خلاص لو جيت تقول له كده كات سلاش بروك ام دي ستات، ها يا عم شفت بيعمل ايه؟ تعال نحط لها ووتش كده، ووتش بيخليك تشوف كل ثانيتين. ها بيعمل ايه دلوقتي؟ ده بيعمل ريبيلد للاري. عارف ريبيلد يعني ايه؟ بيروح يشوف ايه الداتا اللي اتكتبت لما الديسك ده ما كانش موجود، او لما الديسك ده كان فيلد، ولما ضفت الديسك الجديد هيروح يشوف ايه اللي اتكتب. وكان في ديسك عنده فيلير يكريت الباريتي ويجنريت الداتا مره ثانيه ويكتبها على الديسك اللي انت لسه ضايفه ده. شفت بيعمل ايه دلوقتي؟ خدت بالك؟ ها واضح في الحته دي؟ يبقى لو ديسك حصل له فيلير لسه بتاكسس الداتا؟ ايوه لسه بتاكسس الداتا. تمام كده؟ طيب لما ترجع او لما تضيف ديسك مكان اللي راح عندك، ديسك مكان اللي اتحذف، ايه اللي هيعمله؟ ايه اللي هيعمله؟ هيبدا يعمل ريبيلد للاري مره تانية، هيشوف ايه اللي اتكتب لما كان في ديسك عندك عنده فيلير، وايه؟ ويحاول يعمل ريجنريت مره تانية للباريتي او للداتا على حسب ايه اللي كان ها ميسنج منهم. بس كده خلاص، الحمد لله، شكرا. تمام كده؟ ها حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب كلام جميل. حاجه كمان عايز اقول لك عليها، دلوقتي الريد بقى شغال زي الفل، مفيش اي مشاكل فيه. انت جيت في مرحله ما، في مرحله ما وعايز توقف الريد ده، مش عايز تستخدمه خلاص، انت مش عايز تستخدمه خالص، خلاص اعمل له اماونت كده. ها هل هو مستخدم دلوقتي؟ لا خلاص ما عادش مستخدم. كنت اقول له كده ام دي اد داش داش ستوب سلاش ديف ام دي 0، اعمل له ستوب، وقف الاري ده. لو جيت تقول له كده كات سلاش بروك ام دي ستات، ها الاري ايه اللي حصل له؟ بخ، مع السلامه كده، الاري مع السلامه راح، راح يا معلم. خلاص. طيب بالمناسبه كمان حاجه بس كمان عايز اقول لك عليها، مش معنى ان انت وقفته ان الداتا راحت، مش معنى ان انت وقفته ان الداتا راحت، لا والله الداتا لسه موجوده زي ما هي. مش كده وبس، ده انت ممكن تقول له يا عم اشتغل مره تانية، ممكن تقول له جمع نفسك كده مره تانية واشتغل. خلاص تعالى كده مان ام دي اد، تعالى نعمل كده سكان للاري. بص عندك في المان بيقول لك ايه؟ سكان ده بيبص على الكونفيج فايل فور ميسنج انفورميشن،
طيب في عندك كمان اوبشن كده عايز اقول لك عليه اسمه السيمبل. السيمبل ده بيجمع الاري مرة تانية. بص كده الاسمبل مود ممكن تستخدم حاجة زي كده ام دي اد داش داش اسمبل داش داش سكان. خلاص تعالى كده ممكن اقول له كده ام دي اد داش داش اسمبل داش داش سكان. بص ايه اللي حصل، بتقول له روح يا عم دور كان في عندي اري، كان في عندي اري قبل كده وانا وقفته، هل ممكن تجمعه تاني؟ قال لك ايوه ام دي زيرو ده ستارت ده هو، انا لقيت اري كان موجود اسمه ديف ام دي زيرو، ها وموجود منه 3 درايفز دلوقتي او 3 ديسكات وشغلته كات كده سلاش بروك ام دي ستات. شفت؟ طب ممكن اعمل له ماونت، ماونت سلاش ديف ام دي زيرو تحت السلاش ميديا ال اس كده سلاش ميديا. قال لا ده الداتا لسه موجودة زي ما هي. ايوه الداتا لسه موجودة زي ما هي، معنى كده ان انت لما توقف array، ها لما توقف ال array ايه اللي بيحصل، لما توقف ال array ايه اللي بيحصل؟ مش بيمسح الداتا، بيسيب الديسكات زي ما هي بالداتا زي ما هي، بس ايه اللي بيحصل بكل بساطة؟ مش هتشوف الديفايس اللي بتمانج الاري، بس بيوقف الاوبريشنز بتاعته بس. يبقى لما تعمل له ستوب بيوقف الاوبريشنز بتاعته، بس الداتا لسه زي ما هي على الديسكات. طب ينفع تجمع الديسكات دي مره تانية؟ ايوه ممكن تجمعها. طيب اخر حاجه بقى عشان انهي اليوم النهارده وابقى كده زي الفل قوي، لو انت عايز تحط الكلام ده في الاف ستاب ممكن تقول له كده فيم اي تي سي اف ستاب، وتيجي هنا كده وتقول له ايه سلاش ديف ام دي زيرو، هتعمل له ماونت فين يا عم؟ هعمل له ماونت تحت سلاش ميديا عندي، وده نوعه ايه؟ اي اكس تي 4، الاوبشنز بتاعته ديفولت 00، الدمب اوردر والفايل سيستم تشيك اوردر، رايت وكويت. بعد كده تعالى اعمل كده اماونت سلاش ميديا، انا عايز اجرب ان كل حاجه تمام، حتى بعد ما اعمل ريبوت هعمل ماونت داش ايه ما طلعليش اي ايرور، معناها ان السنتاكس بتاع اللي في الاي دي سي اف ستاب مظبوط زي الفل. طب هل هو بقى ماونت دلوقتي دي اف داش اتش؟ هل بقى ماونت؟ اه حلو قوي كلام جميل. يبقى انا كده لو عايز تثبت الماونت ده في الاف ستاب اهو ثبتناه في الاف ستاب، ها هل في مشكله كده؟ طيب لو عايز اشيله من الاف ستاب بروح للاف ستاب مره ثانيه اي دي سي اف ستاب، امسح الكلام ده، اعمل اماونت السلاش ميديا، خلاص زي الفل. طيب اخر حاجه بقى لو عايز اعمل له ستوب تاني اعمل له ستوب، بس المره دي انا عايز اعمل له ستوب وعايز امسح الداتا اللي عليه كمان، انا عايز كل حاجه كانت موجوده عليه خلاص مع السلامه. خلاص انا عايز امسح كل اللي كان موجود عليه، اطير كل الكلام ده. عشان تطير الكلام ده هعمل حاجه اسمها زيرو سوبر بلوك. خلاص ايه زيرو زيرو سوبر او ايه زيرو زيرو سوبر بلوك ده؟ تعالى كده هقول له كده ام دي اد زيرو سوبر بلوك لديف ام دي زيرو، اسف مش لديف ام دي زيرو، للديسكات نفسها اس دي بي واس دي سي واس دي دي. خلاص طيب ايه زيرو سوبر بلوك ده؟ بص لي كده بكل بساطة الموضوع سهل قوي. احنا من شوية عملنا ايه؟ مسكنا 3 ديسكات هما ضفناهم في الاري ضربناهم في الخلاط طلع لي ديفايس جديدة اسمها ايه؟ ها ام دي زيرو، صح؟
والديفايس دي عملت لها بعد كده فورمات، وبعد كده عملت لها ماونت، صح ولا غلط؟ ده اللي انا عملته واشتغلت تمام معايا وزي الفل. دي جيت وعملت لها بعد كده ستوب. ستوب ده الديفايس دي ايه اللي حصل لها؟ ها الديفايس دي ايه اللي حصل لها؟ اسمها ام دي زيرو، مع السلامه خلاص بقى. كل واحد فيهم رجع ستاند الون زي ما كان. طب لما جيت بعد كده عملت لهم سكان واسمبل مع بعض، راح رايح مدور عليهم مجمعهم مع بعض وراح عامل لك الديفايس اللي اسمها ام دي زيرو مره تانيه، صح ولا غلط؟ طب دلوقتي انا عايز امسح كل الكلام ده. استخدمت اوبشن غريب قوي اول مره تسمع عنه اسمه زيرو سوبر بلوك. عارف زيرو سوبر بلوك ده هيعمل ايه؟ بص، هو انا اصلا لما قلت له اسمبل وسكان راح عمل ايه؟ انا لما قلت له اسمبل وسكان راح بص على الديسكات اللي موجوده عندك، بيبص عليها في الاول كده. انت اصلا لما تعمل ريد اري بيسجل لكل ديسك، يقول له انت يا ديسك يا اللي اسمك اس دي بي، ويا اللي اسمك اس دي سي، ويا اللي اسمك اس دي دي، انتوا كده ممبرز في الاري اللي اسمه ام دي زيرو. طيب لما انت كنت جيت عملت له ستوب، لما انت جيت عملت له ستوب عمل ايه؟ هل مسح السوبر بلوك ده؟ لا، ده السوبر بلوك زي ما هو، ده السوبر بلوك زي ما هو، ده وقف الاوبريشن بتاع الاري ده فقط. طيب لما انت جيت عملت له سكان مره تانيه، او لما تيجي تعمل له سكان مره تانيه واسمبل، هيعمل ايه؟ لما تيجي تعمل سكان واسمبل مره تانيه هيبص على الديسكات اللي موجوده عندك على الجهاز، يروح يبص على السوبر بلوك ده، لو لقى ديفايسز السوبر بلوك بتاعها بيقول لها انت ممبر في اري معين، هيضيفها للاري ده ويظهروا لك تبدا تشتغل عليه مره تانيه كانك ما عملتش اي حاجه، كانك ما وقفتوش اصلا. يبقى لو انا عايز اوقف كل حاجه وامسح كل الداتا اللي موجوده هنا، مش عايز اخليهم اصلا يكونوا اكسبل حتى في المستقبل، هعمل ايه؟ بسيطه جدا. انا مش عايز اقدر اجمعهم مره تانيه، روح امسح السوبر بلوك ده اهو. يبقى انت كده لو جيت تعمل سكان على الديفايسز دي، هل هيقدر يعرف ان الديفايس دي كانت ممبر في انهي اري قبل كده؟ لا خلاص، مع السلامه، راحت. وصلت؟ يبقى زيرو سوبر بلوك ده بيعمل ايه؟ بيمسح السوبر بلوك بتاع الاري من الديسك دون، معناها ان الديسك مش هتقدر تعمل له سكان ولا اسمبل مره ثانيه. وضحت الفكره؟ ها، حد عنده اي مشكله؟ لو قلت لك دلوقتي تعمل لي بيلد الاري، تعرف تعمل بيلد الاري؟ ها، طب توقفه ممكن؟ طيب تحذف الاري ده بالكامل، ها، الريفرسبل اوبريشن، يعني عمليه ما تقدرش تسترجع معاه البيانات بتاعتك، ممكن؟ ايوه، امسح السوبر بلوك خلاص، مع السلامه، شكرا. طيب اتاكد لي ان هو بيتعمل له اوتو ماونت لما الجهاز بيبوت، حطه في الاف ستاب، اعمل له ماونت، اعمل ماونت، ها الكلام ده كله واضح؟ ها، حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ متاكدين؟ ها، لو حد عنده اي مشكله يقول لي. طيب الحمد لله زي الفل، ممتاز. كده احنا خلصنا الدرس بتاع النهارده بتاع الريد، تمام كده؟ الحمد لله يعني غطينا الموضوع وعملنا له كفرنج كده بشكل سريع. لو جمعته تاني بعد ما مسحته، بعد ما مسحته بايه؟ بزيرو سوبر بلوك. لو عملت له زيرو سوبر بلوك كده وجيت بعدها تعمل له اسمبل وسكان مره تانيه، مش هيلاقيه اصلا، مش هيلاقي، خلاص مع السلامه، نو اريز فاوند المره دي. شايف؟ خلاص يا معلم، مع السلامه. هيجمع الديسكات ازاي اذا كان الديسك ما يعرفش ان هو ممبر في انهي اري؟ خلاص كده، ايوه، لازم تعمل اري من اول وجديد. اصلا كده حصل داتا لوس عندك، اصلا كده حصل داتا لوس عندك، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. يبقى الحمد لله احنا خدنا الريد النهارده، خدنا الريد النهارده.
بكره ان شاء الله ان شاء الله هنتكلم على الموضوع التاني بتاعنا اللي هو ال LVM، تاني درس في الاستورج، او هنتكلم على اللوجيكال فوليوم مانجمنت باذن الله. تمام كده؟ طيب قبل ما اتكلم على ال LVM بكره، عايز اقول لك بس ان الشكل الطبيعي لاي ريد تعمل الريد ده على ديسكس، على ديسكات مختلفه. تمام؟ هو ينفع اعمل الريد اصلا على بارتيشنز؟ ممكن تعمل ريد على بارتيشن؟ ها؟ ممكن تعمل ريد على بارتيشن؟ ايوه ممكن تعمل ريد على بارتيشن، وده اللي هنحاول نعمله بكره بسرعه كده قبل ما نبدا. نعمل ريد على بارتيشن وبعد كده نبدا نعمل ال LVM كمان الاثنين. خلاص كده؟ طيب كلام جميل ماشي، هنكمل بكره بقى ان شاء الله. هشوفكم بكره على خير وتصبحوا على خير. السلام عليكم.